بيكون لغتنا العاج. ده نكمل الدرس الخاص بالباست سامبل. عندنا أربع حالات للجمل. نبدأ بالحالة الأولى هي affirmative الإثبات. I saw my friend yesterday. قد شاهدت صديقي البارحة. الثانية اللي هي negative. They didn't live in Ramadi last year. لم يسكنوا ويعيشوا في الرمادي السنة الماضية. لاحظ هنا أنا didn't نفينا ب didn't. اللي بعد didn't لازم يجي مصدر base form فننتبه عليه. إذا كان قياسي ما عنده مشكلة بس نشيل إيدي. إذا كان غير قياسي فنحتاج إلى حفظ الشواذ. Three question. السؤال أنه مجرد أن قدم auxiliary verb before the subject. Now did they meet. إحنا نحتاج أيضا هنا base form إيدها إلى أصلهم. Their teacher 2 days ago. هي بيش بي question mark. ننتقل وياكم إلى present perfect والمضارع التام. Events that happened in the past but not at a definite time. الأحداث اللي تحدث بالماضي لكن ليست في وقت محدد. I have been to London. كنت في لندن. شو أكيد؟ لم يحدد لكن أنا هل بقيت في لندن؟ لا طبعا. عدت إلى موطني الأصلي. Events that happened in the past and still continuing. أحداث حدث بالماضي لا تزال مستمرة. هنا أنا she has been in this school for 2 years. هي كانت في المدرسة لمدة سنتين. آثارها لا زالت مستمرة. Adverbs الظروف that indicate the tense اللي تشير إلى أن هذا present perfect. الظروف شنية اللي هي already سبقا never ever then just until ever. ليس من قبل يت لا زال وسنس منذ وفور لمدة. ناخذ جملة عليه. They have met their teacher. قد التقوا بمدرسهم for 2 hours لمدة ساعتين. She has written a poem. قد كتب قصيدة منذ 1999 احنا ايضا عندنا اربع حالات present perfect. عندنا الaffirmative I have seen my friends. قد شاهدت صديقي. عندنا negative مجرد أن تنفي الجملة. هنا عندنا auxiliary بس مجرد الدخل not عليها. they haven't lived in Ramadi. لم يسكنوا أو يعيشوا في الرمادي. هنا الquestion عندنا بس مجرد قدم. has she met her teacher. هل قد التقت بمدرسها. question mark. نتحول إلى الظروف. never just already طبعا ناخذ عليهم أمثلة. I have already seen my favorite film. قد شاهدت مسبقا فيلم المفضل. already لاحظ هذا الظروف وين تجي الجت. إذا بين الفعل المساعد والفعل الرئيسي. ناخذ yet وعادة تجي في الجملة. I haven't lived in Ramadi yet. تجي ويا النفي لكن مكانها يكون في نهاية الجملة. عندنا ever. has she ever met her teacher. هل قد سبق أو التقت من قبل مدرسها. لاحظ أيضا هنا جت قبل الفعل الرئيسي. met ever تجي ويا السؤال وال نفي. since طبعا COVID-19 has infected the world since 2019. COVID طبعا كورونا فيروس قد أصاب العالم منذ